لازم عندما تقولون باديسية نوفمبرية لازم نفهموا احنا كشعب ما معنى باديسية. إذا كانت باديسية تاع بنو باديس، بنو باديس يقول في الشهاب سنة 1938 أن الجزائر أمازيغية ولم يقل بربرية. هذه النقطة الأولى. شكون اللي قال أمازيغية؟ شكون اللي قال؟ عبد الحميد بن باديس في الشهاب. الموضوع، شوف اسمح لي برك الأخ، احنا الموضوع تاعنا اليوم راهو حول لجنة وحول الحل للمأزق اللي رانا فيه. أنا معك أستاذة، لكن عندما نقول بمبارية باديسية، بن باديس لم يقل بأن الجزائر أمازيغية، وكلمة أمازيغية هذه خرجت جديدة برك، غير برك. بن باديس لم يقل بأن الجزائر أمازيغية، وكلمة أمازيغية هذه خرجت جديدة برك، غير برك. بن باديس لم يقل بأن الجزائر أمازيغية، وكلمة أمازيغية هذه خرجت جديدة برك، غير برك. عندما نقول نوفمبرية باديسية، أنا مع نوفمبرية باديسية 100%، لأن نوفمبرنا وابن باديس باديسنا. لكن عندما تقول 120، شوف احنا اليوم الكلام نتاعنا حول، هل انت معك؟ معليش استاذه، المهم انت قلتي بان ابن باديس لم يقل. الان هنا في البث المباشر سابعث لكم من جمعيه علماء المسلمين، من جريده، من قسنطينه، من جرائد ابن عبد الحميد بن باديس، هو من كتب ان السكان اصليين للجزائر. من فضلك استاذ، زين اعطيك نقطه واحده اخرى. اسمح لي طرحت نقطه خليني نصحح لك.